أرأيت منجدلا تهاب عيونه كل سيوف المجرمات الخاذلة، لكنه الحر الذي هيهاته ما زال يلقمها الزمان بواسلة، ما زال يبتكر الفداء كأنما كانت فداءات الجميع محاولة. من قيم عاشوراء مكافحة الانحراف. لو أردنا تبيين هدف الإمام الحسين عليه السلام فينبغي أن نقول ما يلي: إن هدف الحسين عليه السلام كان أداء واجب عظيم من واجبات الدين لم يؤده أحد قبله حتى النبي صلى الله عليه وآله نفسه. كان واجباً يحتل مكانة هامة في البناء العام للنظام الفكري والقيمي والعملي للإسلام. كان ينبغي أن يؤدي الإمام الحسين عليه السلام هذا الواجب ليصبح درساً عملياً للمسلمين على مر التاريخ. لماذا قام الإمام الحسين عليه السلام بهذا الواجب؟ لأن أرضية هذا العمل مهدت في زمن الإمام الحسين عليه السلام. هذا الواجب كان عبارة عن إعادة المجتمع الإسلامي إلى المسار الصحيح. متى؟ عندما تبدل هذا المسار وأدى الظلم والاستبداد وخيانة البعض إلى حرف المسلمين، وباتت الأرضية والظروف مناسبة للقيام والنهوض. هذه القضية تشكل أساس المعارف الحسينية. المعارف الحسينية تحتل جزءاً كبيراً من معارف الشيعة، وهذه ركيزة هامة وهي واحدة من ركائز الإسلام، وهذه من أهم القيم المقتبسة من عاشوراء. فمكافحة انحراف المجتمع من أوجب الأعمال. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.